تشمل عملية معالجة النفايات ثلاثة مراحل: الجمع ثم الفرز والمعالجة وصولاً إلى التمر الصحي. هذه العملية تكبد الشركات المعالجة والدولة تكلفة، سنعرض أبرز أرقامها. تبلغ الكلفة الإجمالية للطن الواحد في بيروت 132 دولار. تبلغ كلفة معالجة النفايات في صيدا 90 دولار مقابل 51 دولار للطن الواحد في بيروت. تبلغ كلفة التمر في طرابلس 30 دولار للطن الواحد مقابل 54 دولار في بيروت، مع العلم أن التمر في طرابلس لا يشمل كلفة المعالجة. ومن هنا فإن اللغط الحاصل هو عندما يتم احتساب كلفة الجمع دون إضافة كلفة المعالجة والتمر. التكلفة أيضاً تشمل معالجة أرض المطمر من إنشاءات وتجهيز وعوامل هندسية أخرى لا تؤخذ بعين الاعتبار عند المقارنة مع أماكن يتم رمي النفايات فيها دون معالجتها. أما إذا قارنا أرقام بيروت مع أرقام معالجة النفايات في أوروبا فيتبين لدينا التالي: كلفة الجمع وحدها تتراوح بين 66 إلى 138 دولار، بينما كلفة الجمع في بيروت لا تتجاوز 27 دولار. كلفة فرز ومعالجة النفايات تبلغ في أوروبا بين 33 و 198 دولار، أما في بيروت فتبلغ 51 دولار. كلفة التمر في أوروبا تتراوح بين 38 و 161 دولار، أما في بيروت فتكلف الدولة 54 دولار. ما يعني في الخلاصة أن أرقام لبنان توازي المعدل الوسطي للكلفة في أوروبا.